السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي في الترم الاول، بدانا كونسبت 1 3 يونت 1 اللي اتكلمنا فيه على التشينجز في الايكو سيستم وثم التشينجز في الفود ويب. درس بسيط، درس سهل، ارجو ان هو يكون اتذاكر عشان تحل كل الاسئله في اكسرسايز 1 عليه سهله ان شاء الله وكلها صح. اكسرسايز اون ليسون 1 يا شباب، تشوز كوريكت انسر، هسيب 5 سكندز كده بعد كل سؤال. ذا صن بروفايد ايرث ويز الصن، من غير صن مفيش لايف على الايرث يا شباب. المهم الصن بروفايد ايرث ويز لايت اونلي، طب وورم اونلي، طب لايت اند وورم، طب لايت اند ساوند. سؤال سهل جدا، الصن بروفايد ايرث ويز 5 سكند، اوكي لايت اند وورم طبعا صح كده تمام. اون اكستريم هوت كلايميت، الجو حر جدا، حلو جدا. ووتر اوف ليك ممكن يحصل لها ايه؟ ذا ووتر اوف ليك ممكن يحصل لها ايه؟ انكريز ديو تو ايفابوريشن ولا ديكريز ديو تو ايفابوريشن ولا تشينج تو ايس ولا هاز لو تمبريتشر؟ سؤال عظيم جدا، الجو حر جدا في الهوت كلايميت، هيحصل ايه في الووتر؟ 5 سكند اوكي يا شباب. طبعا ديكريز ديو تو ايفابوريشن، المايه هتتبخر تتحول لووتر فيبر فهتقل اولا تمام، وديو تو ايفابوريشن ازاي تزيد يعني؟ ما ينفعش تزيد. طب تشينج تو ايس، انت عايز لو تمبريتشر كده، عايز حاجه زي البولار ريجون صح كده، هاز لو تمبريتشر، لو تمبريتشر يبقى انت برضه في كولد كلايمت مش في هوت كلايمت صح كده تمام. اول ذا فولوينج فاكتورز بوليوت ذا ووتر، كل دول بوليوت الووتر ما عدا السان لايت، ما عدا الانيمال ويستس، ما عدا الهيومن ويستس، ما عدا البلاستيك جاربجز، قلنا جاربجز يعني قمامه او زباله يا شباب، كل دول بقى بيعملوا بوليوت الووتر ما عدا اكسبت مين؟ 5 سكند يا شباب اوكي. طبعا ما عدا السان لايت، ايه علاقه السان لايت بالووتر بوليوشن؟ مفيش اي علاقه صح كده تمام. All the following are affected by water pollution، كل اللي جاي ده ما بيتاثر بالووتر بوليوشن ما عدا السويل، طب السن، طب الانيمال، طب البلانت، مين في دول بقى ملوش دعوه بالووتر بوليوشن؟ نوت افكتد باي ووتر بوليوشن، يعني لو حصل ووتر بوليوشن هو مش فارق معاه خالص يعني. 5 سكند يا شباب، طبعا اكسبت الصن. السويل، ما هي السويل بتتسقي بالووتر صح كده، السويل فيها ووتر فطبعا الووتر بوليوشن فارق معاها. الانيمال، ما الانيمال هي هتشرب في الووتر، هي عايشه الووتر لا هتفرق معاها. البلانت، ما البلانت نيد ووتر برضه فهتفرق معاها. كل دول افكتد ما عدا الصن ملهاش اي علاقه صح كده. If the amount of grasses increase، the amount of grasses اللي هم البروديوسر يعني، ها لو الاماونت بتاعت الجراسز increase in ecosystem، this directly increase the number of ايه؟ number of كراكول، number of hops، number of rabbits، number of lion. هو مين اللي بياكل البروديوسر في دول او الجراسز بمعنى اخر في دول، وبالتالي هو اللي عدده هيزيد، في الاكل كتير بقى ويلا ناكل يعني، ها ونخلف بقى ونبقى عددنا كتير يعني صح كده. طبعا الرابط يا شباب هو الوحيد اللي عدده هيزيد اوكي تمام يا شباب. او ممكن اللي بعده بقى يزيد، ولكن الرابط هو بيتكلم دايركتلي، اهو بيقول لك دايركتلي سيز دايركتلي انكريز الرابط على طول، كل اكل كتير بقى تمام. وين ذا نمبر اوف وات ذا اماونت اوف جراسز ان ان ايكو سيستم انكريز، طب وين ذا نمبر اوف ايه بقى هنختار دلوقتي هيحصل النتيجه بتاعتنا يعني ان الاماونت اوف جراسز ان ان ايكو سيستم انكريز. طيب وين ذا نمبر اوف بروديوسر ديكريز، طيب ديكومبوزر ديكريز، طيب برايمري كونسيومر انكريز، طب سكندري كونسيومر انكريز. ركزوا يا شباب عشان السؤال بس فيه تركه صغيره كده، ركز هسيب لكم 10 سكندز يا شباب. اوكي نفكر مع بعض يا شباب بقى كده واحده واحده نشوف ايه فيهم اللي هيزود لي، انا عايز ازود النمبر اوف ايه جراسز. طيب هو انا لو زودت، لو البروديوسر ديكريز، البروديوسر دول هم الجرين بلانت، يعني لو عدد الجرين بلانت قل ما الجراسز واحده من البروديوسر عددهم هيزيد طبعا، الكلام ده غلط تمام. حلو جدا. طب الديكومبوزر ديكريز، والله لو الديكومبوزر زاد دي بترجع النيوترينت لايه للسويل تاني فالجراس هيستفيد، فلو الديكومبوزر قلت لا عدد الجراسز مش هيزيد او النمبر اوف جراسز مش انكريز او الاماونت كميتها مش
ده مش هيحصل. طيب البرايمري كونسيومر انكريز، لو زادت البرايمري كونسيومر، ما البرايمري كونسيومر هم اللي بياكلوا الجراسز دول صح كده، وبالتالي لو عدد البرايمري كونسيومر زاد الجراسز دي هتقل صح كده، يبقى ده كمان اختيار مرفوض. فاضل لي ده بقى هو اللي صح، هو ده اللي هنختاره. ليه بقى؟ لان لو عدد السكندري كونسيومر زاد دول هيروحوا ياكلوا مين؟ البرايمري كونسيومر. طب البرايمري كونسيومر دول كانوا بياكلوا الجراسز، يبقى الجراسز ما فيش حاجه هتاكلها صح كده، وبالتالي ذا نمبر او الاماونت اوف جراسز انكريزز صح كده. يبقى الاجابه الوحيده اللي صح فيهم ان وين ذا نمبر اوف سكندري كونسيومر انكريز ذا اماونت اوف جراسز ان ان ايكو سيستم انكريز صح يا شباب. اوكي طيب اوفر فيشنج and disrupting plastic garbages in sea affects the survival of aid directly. لو احنا عملنا اوفر فيشنج، اصطدنا بغزاره يعني كده ورمينا بلاستيك جاربجز في السي، السرفايفل اوف ايه اللي هيتاثر دايركتلي؟ دايركتلي ها؟ ديزرت انيمال ولا مارين اورجانيزمس ولا رين فورست اورجانيزمس ولا رودنتس؟ سؤال بسيط جدا يا شباب 5 سكندز. لما نعمل اوفر فيشنج ونرمي البلاستيك جابجز في السي، مين اللي هيتاثر دايركتلي؟ طبعا المارين اورجانيزمس يا شباب، الليفنج اورجانيزم اللي عايشه في الووتر اسمه مارين اورجانيزمس. اوكي all the following are human activities that affect marine ecosystem. كل اللي جاي ده human activity بيأثر على المارين ecosystem except بقى عدم ايه؟ loading فيضانات، throwing man human wastes، overfishing، throwing plastic garbages. كلهم human activity بيأثروا على المارين ecosystem ما عدا ايه يا شباب؟ ما عدا الفلودنج. هو انا كهيومن انا اقدر اعمل فلودنج؟ ده حاجه بتاعت ربنا، انا ماليش دعوه صح، ما اقدرش اعملها. ها اوكي، انما انا اقدر اعمل ثروينج هيومن ويستس، فدي هيومن اكتيفيتي. ان انا اقدر اعمل ثروينج بلاستيك جاربجز، دي هيومن اكتيفيتي. ان انا اعمل اوفر فيشنج، ده هيومن اكتيفيتي. انما فلودنج انا ما اقدرش اعمل. اوكي طيب، وين ذير از اجنتل رين، مطره معقوله كده، ان ديزرت ايكو سيستم، ذيس ايكو سيستم مي بي تمام هارمد ولا امبروفد ولا ديسترويد ولا كولابس. سؤال بسيط اجابته سهله وجاوبنا قد كده. طبعا امبروفد يا شباب، شويه مطره يوم السعد ويوم الهنا. اوكي تمام، all the following are top predator. top predator يعني في التوب اوف او في الاند اوف فود تشين او فود ويب اكسبت مين بقى؟ طب الهوك، طب التايجر، طب البتر فلاي فيش، طب اللاين. اوكي سبت مين يا شباب 5 سكند؟ سؤال سهل جدا. طبعا اكسبت بطر فلاي فيش لان دي لسه فيها بيها توب بريديتور اللي هو الشارك. اوكي انما الباقيين كلهم دول توب بريديتور، ما فيش حاجه هتاكلهم. الهوك ما فيش حاجه هتاكلها، التايجر، النمر، اللايون، الاسد، لا ما فيش، كل دول توب بريديتور صح كده يا شباب. The marine food web usually start with، هي اي فود ويب في الحياه بتبدا بايه؟ بجرين بلانت. بس مارين فود ويب دايما هتبدا بالجرين بلانت بقى اللي عايش في الووتر. الجرين بلانت اللي عايش في الووتر اسمه الجي. اوكي تمام، وهما هنكبر هنعرف ايه هي الالجي، وهنعرف ان في ثلاث انواع منها ريد الجي وبراون الجي وجرين الجي. اوكي تمام يا شباب، المهم الجرين بلانت اللي عايشه في الووتر اسمها الجي. اوكي تمام، وفي انواع ثانيه في موسز مثلا، ولكن السمبل جرين بلانت اسمها الجي تمام. السمبل جرين بلانت اللي عايشه في الووتر ها اسمها الجي. اوكي يبقى مين طبعا يا شباب لازم ستارت ويز ايه؟ انا جاوبت خلاص الجي. ما ينفعش تبدا بكليب، ما ينفعش تبدا بزو بلانكتون، ما ينفعش تبدا ببارود فيش او اي فيش تاني. اوكي يا شباب طيب، اف كليم ار كومبليتلي كليم، ده اللي هو الصدفه اللي فيها ليفنج اورجانيزم جوه، القوقعه دي اللي فيها ليفنج اورجانيزم جوه، اف كليم ار كومبليتلي ريموفد فروم مارين ايكو سيستم، شيلنا بقى الكليم ده خالص تمام كده، ذا سرفايفل اوف ايه مي بي افكتد. هو مين اللي كان بياكل الكليم ده لو انتوا فاكرين؟ ماشي فاكرين. اوكي التيجر فيش ولا تريجر فيش، انا اسف، تريجر فيش ولا الشارك ولا سي اورشين ولا سي ستار. لو انتوا فاكرين المارين ايكو سيستم اللي احنا خدناه، مين اللي كان بياكل الكليم؟ ايه فاكرين يا شباب؟ السي ستار هو اللي كان بياكل الكليم ده صح كده، وبالتالي الفود بتاعه مش موجود، الفود بتاع السي ستار مش موجود، وبالتالي هو اللي هارم. اهو ذا سرفايفل اوف سي ستار مي بي افكتد. ايوه ما ده الفود بتاعه صح كده. طيب تشوز فروم كالان بي وات سوتس كالان اي. طيب نقرا الاول كالان اي وبعدين نقرا كالان بي ونشوف هنختار ايه.
هنا there is heavy rain، نحط بس heavy دي عشان in desert. طيب هنا there is gentle rain، نشوف بقى اختيارات. اوكي طيب عندي ثلاث اختيارات، في واحدة فيهم مطلوبة. This ecosystem may be improved. improved نكمل. due to melting of snow. طب انا بقى كده ولا واحد من دول يمشي معايا في melting of snow دي، صح كده؟ تمام. where plant resources and animal shelter appear again. غالبا الاختيار ده مرفوض يا شباب. اوكي فاضل لي الاختيارين دول. طيب this ecosystem may be harmed. اوكي طب نكمل، ما نتسرعش بس ونقول يبقى كده heavy rain. نكمل بس. due to decrease of the amount of rain، ده انت كده قللت المطر قوي فاحنا كده هارمد. ها وهو قال there is gentle rain، فممكن تمشي دي مع دي لان دي مرفوضه. انا مش هختار غير لما اتاكد. ها انا بس بقرا معاكم بصوت عالي. اوكي طيب يبقى الايكو سيستم ده ممكن هارمد due to decrease the amount of rain. where the plant resources and the animal shelter may be affected. ماشي مش هختارها بس يعني في بالي انا كده رايح فين يعني. طيب الاجابه الاخيره سيدي this ecosystem may be destroyed due to flooding. flooding يبقى انا عندي flooding فيضانات، يبقى انا كده عندي heavy rain، صح كده؟ تمام. where plant resources and the animal shelter removed away. انا لازم كده اختار one معاها c. اه عملت لي flooding اهي يا شباب، يبقى one اخترت لها c. ما قداميش وان اخترت لها سي، ما قداميش في الجنتل رين 2 بيجي غير اختارها بيه، ما قداميش غير كده نقراها تاني ونتاكد انها صح. عندي شويه مطره قليله في رين فورست، غابه كلها امطار، وعندي شويه ميه قليلين، هي الغابه طبيعتها رين فورست، غابه ممطره، فلما تمطر لك شويه مطره صغيرين، لا احنا عايزين مطره كتير، يبقى صح الكلام ده ماشي معاها اهو. This ecosystem may be harmed فعلا due to decrease the amount of water، لان هي بقول لك رين فورست، غابات ممطره يعني متعوده على كميه ميه كتيره. يبقى وان اخترت لها سي ودو اخترت لها سهل يا شباب. اوكي بوت ترو اور فولس يا شباب. طيب اي بروديوسر ويل ريموفد فروم ان ايكو سيستم، واي فود تشين بدا ببروديوسر، ده انت كده دمرت الايكو سيستم دي تماما. ذا كونسيومر ويل نيد تو موف اواي. فكروا يا شباب لو انت شلت البروديوسر الكونسيومر كده مش لاقيين ياكلوا، صح كده؟ فبالتالي زي نيد تو موف اواي او هيموتوا طبعا الكلام ده، صح كده؟ تمام. اوفر فيشنج از وان اوف ذا كلايماتيك تشينج. اوفر فيشنج الاصطياد بكثره يعني وان من كلايماتيك تشينج ولا وان من هيومن اكتيفيتي؟ الكلام ده غلط طبعا. ذات افكت ذا مارين ايكو سيستم. غلط لان ده هيومن اكتيفيتي، احنا اللي بنعمل كده. اوكي وات از هابينج اون لاند doesn't affect what is happening in marine ecosystem. يعني احنا اللي بنعمله على الارض كده مش هيأثر على marine ecosystem حاجه، يعني احنا لو رمينا شويه زباله كده في البلاستيك جاربجز كده في السي مش هيأثر على المارين كريتشر في حاجه، عملنا اوفر فيشنج مش هيأثر، عملنا ووتر بليوشن مش هيأثر، طبعا الكلام ده غلط. What is happening on land affect طبعا what is happening، هو بيقول لك doesn't affect، لا هو affect what is happening on sea او marine كريتشر او marine ecosystem. اوكي يا شباب. طيب It is better to recycle waste material than throwing them in river and sea. أفضل لنا إن إحنا نعمل recycling يعني الwaste material بدل ما نروح نرميهم في الريفر وفي السين. سؤال بسيط جدا يعني طبعا صح، مش محتاج أسيب وقت أكتر من كده. طيب food web doesn't change if their surrounding environment get changed. يعني الـ environment اللي surrounding it changed وإحنا كفود ويب هنفضل زي ما إحنا مالناش دعوة؟ واحنا جزء من الايكو سيستم ده، احنا كفود ويب كليمنج اورجانيزم عايشين بناكل بعض وعايشين على بعض وبننقل الانرجي من بعض، يعني ما يحصل انفايرمنتال تشينج في السراوندنج انفايرمنت احنا نفضل زي ما احنا؟ لا طبعا. فود ويب دونت تشينج، لا تشينج اف زير سراوندنج انفايرمنت جيت تشينج، الكلام ده غلط، لا احنا طبعا افكتد وتشينج. اوكي طيب اف وي انتروديوس نيو بريديتور تو ان ايكو سيستم، ضفنا نيو بريديتور this ecosystem will be affected. طبعا affected، مش النيو بريديتور ده لازم ياكل، هينقسم الاكل مع البريديتور القديم اللي موجود، صح كده؟ يبقى if we introduce new predator to an ecosystem this ecosystem will be affected، طبعا will be affected. اوكي okay. if there is heavy rain in desert ecosystem، desert ما فيهاش ميه بس heavy rain دي برضه مشكله، it will be harmed، طبعا be harmed. اوكي okay. تمام. فلودز بقى واللي قلت لكم ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل ان الزرع يتقلع من السويل ما بقاش ماسك عدل في السويل. اوكي تمام. وهي بتعمل مشكله اخرى لما نكبر في ثانوي بقى هندرسها، مش عايز اوجع دماغكم بيها يعني. اوكي طيب
zooplankton can make their own food by photosynthesis process. zooplankton يقدروا يعملوا their own food بالphotosynthesis process. zooplankton دول موجودين في الووتر سيستم. ها اوكي zooplankton يقدروا يعملوا their own food بالphotosynthesis process. محدش يقول صح. الحاجه الوحيده اللي في البلانت اللي جرين بلانت في السيك في المارين ايكو سيستم هي مين؟ هي الالجي. الزوبلانكتون بتاكل الالجي، فالزوبلانكتون لا دول مش بروديوسر عشان يعملوا زي الاون فود. اوكي ماشي. ان امارين فود ويب زير ار ميني توب بريديتور، في توب بريديتور كتير لايك سي ستار. السي ستار ده مش توب بريديتور اصلا، اند سي اورشين برضه ده مش توب بريديتور، الشارك هو اللي توب بريديتور. الكلام ده غلط طبعا. اوكي تمام. سي اورشين بتاكلها البارك فيش يا شباب، والسي ستار بياكلوا مين؟ ياكلوا الشارك. فلا طبعا دول مش توب بريديتور. والسي اورشين ده تاكله البارود فيش، والبارود فيش يرجع ياكلها مين؟ الشارك. فطبعا دول مش توب بريديتور ولا حاجه. طيب توب بريديتور ار دي كومبوزرز، فضيحه اهي، ذات بريزنت ات ذا توب اوف فود تشين. هم التوب بريديتور دول دي كومبوزر ولا كونسيومر، ويعتبروا كمان تيرشري كونسيومر مثلا، او اقل حاجه سكندري كونسيومر. طبعا دول كونسيومر مش دي كومبوزر خالص. الكلام ده غلط تمام. طيب ecosystem can be affected by climatic change وpollution والhuman activity. الecosystem بتاعنا او اي ecosystem يعني can be affected by climatic change، طبعا صح. طب be affected by pollution، طبعا صح. طب affected by human activity، طبعا صح. يبقى الكلام ده كله true يا شباب، صح كده. write scientific term for each of the following. it is the harm that happened to air او water او soil او التلاتة يعني due to human activity. ايه بقى الهارم اللي هيحصل للسويل والووتر والاير due to human activity؟ وانا قلت الاير والسويل والووتر دول هم الثري كومبوننت اوف ايكو سيستم، او الثري كومبوننت اوف اي انفايرمنت او اي هابيتات. اوكي ماشي. ها يا شباب ايه بقى الهيومن اكتيفيتي لما بيعمل حاجه هارم كده تاثر على الاير؟ اسمها بوليوشن. صح يا شباب بوليوشن. اوكي كملوا بقى. طيب A human activity that leads to decreasing the number of fish and affecting many marine food web. ايه بقى الهيومن اكتيفيتي دي اللي بتقلل عدد الفيش وبتاثر طبعا على ميني فود مارين فود ويب؟ طبعا ده اوفر فيشنج يا شباب، بياثر على عدد الفيش. ايوه انا بصطاد فيش كتير فبياثر على عدد. اوفر فيشنج، كملوا بقى اوفر فيشنج يا شباب. طيب they are consumer that exist at the top of food chain. كونسيومر اللي موجودين في اعلى التوب تشين اسمهم ايه؟ 5 سكندز يا شباب. اسمهم ايه؟ اسمهم توب بريديتور. صح يا شباب. اوكي كومبليت ذا فولوينج سنسز. throwing plastic garbages and waste material into river cause water ايه؟ cause water ايه؟ معاكم 5 سكندز يا شباب. cause water pollution. يعملوا كلمة يا شباب. طيب if producer increase in an ecosystem خير وبركة تمام the number of primary consumer will primary consumer اللي بياكلوا بقى الايه البروديوسر دول. انت زودت البروديوسر يبقى النمبر اوف كونسيومر على طول هيحصل في ايه؟ will increase. طب صح كده مصلحة يعني. ها اوكي. طيب the human activity that doesn't pollute water but decrease the number of marine organisms known as. يعني انا هعمل اكتيفيتي انا مش هعمل بيها بوليوشن للووتر ولا حاجه، ولكن انا هقلل بيها النمبر اوف مارين اورجانيزم. ايه بقى الهيومن اكتيفيتي دي؟ سهله جدا يعني، فكروا بس. الهيومن اكتيفيتي اللي انا بعملها انا ما بعملش بيها بوليوشن للووتر ولا حاجه، بس انا بقلل بيها النمبر اوف مارين اورجانيزم. الاجابه اوفر فيشنج. صح كده. انا ما عملتش بوليوشن بحاجه اهو، ولكن انا قللت عدد الايه المارين كريتشر، قللت عدد السمك، وبالتالي السمك ده مارين ليفنج اورجانيزم انا قللته. صح كده تمام. طيب هيفي رين كوز ايه بقى؟ ويتش ديستروي ديزرت ايكو سيستم. هيفي رين هتعمل ايه كده؟ ويتش ديستروي ديزرت ايكو سيستم. وبزعل قوي اللي مش فاكر الكلمه دي، يقول لي اللي هي ليها فيضانات. احنا مش ستادي ان عربي، انا يعني احنا ستادي ان انجلش. فلودنج يا شباب. صح كده. هيبرين هيعمل فلودنج، وده اللي هي ايه؟ ده اللي هيعمل ديستروينج للمارين ايكو سيستم. صح يا شباب. طيب
The consumer that exists at the top of any food chain is called, واحنا مش لسه قايلينها؟ اه بس قايلينها في right scientific term. اه هنا اقولها في complete بقى. الكونسيومر اللي موجوده في التوب اوف اني فود تشين اسمها ايه؟ لسه قايلين اسمها التوب بريديتور. صح يا شباب؟ اوكي. جيف ريزون يا شباب. افكركم؟ نو ايديال انسر. When the number of one species of consumer in an ecosystem increase, they will die. لو في number of one species of consumer في الايكوسيستم زاد، species معين في الكونسيومر زاد، they will die. هيموتوا، اه هيموتوا كلهم. تمام؟ يعني هات اي سبيشيز كده في الكونسيومر سناك. لو عدد اللي هم بياكلوا فروج، عدد السناك لو زاد السناك كلهم هيموتوا. فكروا يا شباب. فكروا هديكوا 10 سكند من دلوقتي. تمام؟ كفايه؟ اوكي يا شباب. طبعا لو عدد السبيشيز ده زاد، they will compete to available food. هم في شويه فود موجودين. تمام؟ انا كلهم واحد لواحد، يعني هديكوا اكزامبل كده قبل ما اجاوب السؤال. لو انا مثلا جعان وقلت لمراتي طيب ايه وانا جعان كده ما تعملي لي سندوتشين جبنه. اوكي راحت عامله لي سندوتشين جبنه. لقيت جالنا واحد جارنا وقاعد وانا باكل، طب قلت له اتفضل معايا، راح متفضل، رحت انا واخد سندوتش وهو واخد سندوتش. انا كان معمول لي سندوتشين وكنت هبقى زي الفل. ها؟ اوكي بقى نص الكميه دلوقتي، فانا هقوم جعان شويه. لقينا واحد جارنا تاني جه بقى هو واحد صاحبه، فبقينا اربعه، فايه اتفضلوا معانا راحوا متفضلين. فكده السندوتشين اللي كانت مراتي عملت لهم عملهم لي قسمناهم علينا احنا الاربعه، بقى كل واحد سندوتش، قصدي نص سندوتش. ها؟ فانا لا انا كده مش شبعان خالص. جه اتنين تاني رحنا مقسمين تاني، في الاخر هيطلع لي لقمه. لا في الاخر انا اقول لهم بقى ايه بره كلكم كده وانا الاكل مش مكفيني وانا يا دوبك كده. ها؟ اوكي هو ده نفس الحال. انا عندي نقول 10 مثلا سناك هياكلوا الفروج اللي موجود. طيب ال 10 سناك دول بقوا 20، طب ما هيتخانقوا على شويه الفروج اللي موجودين. طب بقوا 30، هيموتوا بعض لغايه ما حدش فيهم هياكل الفروج اصلا. صح كده؟ ده بس يعني اكزامبل كده بسيط عشان نفهم يعني. يبقى لو عدد ليفنج اورجانيزم از ايول ده ليه؟ بيكوز ذير از ا كومبيتيشن بتوين ذم اون ذا افيلبل فود ريسورسز. صح؟ سو زي ويل داي. اه هيحصل بينهم كومبيتيشن وهيتخانقوا وهيموتوا بعض فعلا. اوكي تمام يا شباب. طيب جيف ريزون فور ديس اوف الجي اللي هم يعتبروا البروديوسر اللي في المارين ليفنج اورجانيزم او في المارين ايكوسيستم يعني. May leads to this of algae. May leads to moving shark away from away to another places. الشارك صحيح ما بياكلش الجرين الجي او الالجي عموما، ما اسمهمش جرين الجي لو عشان قلنا في جرين الجي وريد الجي وبراون الجي لما نكبر هناخدهم، قلنا الثلاث انواع دول. المهم الالجي دي لو ماتت، ما الالجي دي هياكلها مين؟ هياكلها مثلا السمول فيش. اوكي؟ طب السمول فيش لما تاكلها، طب ما البيج فيش هتاكلها، طب الفود في الاخر مش هيوصل للايه؟ للشارك. صح كده؟ احنا قلنا مثلا الايه؟ الالجي هتاكلها السي قرشين مثلا، السي قرشين تاكلها البارد فيش. اوكي؟ او تاكلها الكورال ريف، تاكلها بقيه السمك التانيين. المهم يعني عايز اقول لك ايه؟ ان الشارك كتوب بريديتور مش هيلاقي البرايمري بريديتور سوري البرايمري كونسيومر يعني اللي هم كانوا الايه؟ الجرين الجي. عايزين نجيب فيزون بقى كده اجابه منطقيه، هنقول ايه؟ بيكوز جرين الجي از بروديوسر ان مارين ايكوسيستم او في المارين ايكوسيستم، وين بروديوسر ديسابير، ذا برايمري كونسيومر ديسابير، اند ذا سكندري كونسيومر ديسابير، فاينالي شارك از تيرشري كونسيومر ويل موف تو انذر بليس تو فايند فود. صح كده؟ مش لاقي بقى فود هنا. اوكي ماشي يا شباب. وات هابن اف اوكي throwing big amount of plastic garbages and waste material. لو رمينا كتير زباله بقى وبلاستيك جاربجز وويستس في الووتر، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ووتر بوليوشن. صح كده؟ which leads to او which greatly harm the marine ecosystem. اوكي تمام يا شباب. طيب what happen if a small lake is exposed to extreme hot climate for several months, drought will occur. صح كده؟ الجفاف هيحصل. راوت يا شباب. تمام. طيب what happen if
The number of secondary consumer in an ecosystem decrease. لو number of secondary consumer decreased في أي ecosystem ها أوكي إيه اللي هيحصل؟ The number of primary consumer will increase صح كده which will bounce on green plants أوكي and the whole ecosystem will be harmed هيقل عدد green plants لدرجة إن ممكن كمان ال primary consumer نفسهم يعني يا إما يموتوا يا إما يروحوا ويأكلوا حتة تانية صح كده؟ تمام يا شباب؟ اوكي شوف السؤال ده طيب study the following food chain in an ecosystem حلو جدا then complete the table below طيب انا شايف الجراسز eaten by rabbit والرابت ده eaten by ايه؟ by fox طيب نشوف بقى نكمل situation والresult situation ان النمبر اوف rabbit increase لو النمبر اوف rabbit ده increase ايه اللي هيحصل؟ The amount of a decrease مش الأرنب ده بياكل الجراسز دي يبقى the amount of grasses decrease صح كده؟ هو the number of a increase طب ما دول عددهم زاد دول بقى يسعدهم يهناهم الأكل كتير صح كده؟ هو the number of fox increase صح كده؟ تمام ماشي طيب situation the number of grasses a and the number of foxes a مش عارف بقى الريزلت هو قايلها لك The number of rabbit increase لما number of rabbit increase عشان العدد ده يزيد لازم الجراسز تزيد والفوكسز تقل يبقى the amount of grasses لازم increased صح كده تمام والnumber of fox لازم decrease صح كده الأرانب زي الفل يا شباب طيب all A disappear or their rule changed in food chain ما أنا مش هقدر أجاوب دي بقى غير أما أشوف هنا عايز إيه الريزلت بتاعتي ان all foxes are moved away to another ecosystem to search for food امتى الفوكس يمشي من الايكوسيستم ده ويروح يشوف فود في حته ثانيه لو الرابت ما بقتش موجوده صح كده يبقى لازم هنا اقول له all rabbit disappear or the rule changed in the food chain ده اللي هيخلي كل الفوكسز تمشي تروح تدور على فود في حته ثانيه صح كده طيب اللي بعد كده يبقى هنا هو الرابت اوكي طيب the ecosystem situation يعني ان الايكوسيستم اوف ذا فود تشين از افكتد باي سيفير دراوت كونديشن سيفير دراوت يعني مفيش ميه يعني مفيش جراسز صح كده يبقى اول جراسز اكيد اول جراسز داي بيكوز ذير از نو ووتر تو ميك ذا اون فود باي فوتوسينثيس بروسيس صح يا شباب what is happening on land affect what is happening in marine environment according to the previous fact الحقيقة اللي فاتت دي من اللي هيحصل على land ده effect اللي هيحصل في الموتر على طيب according to the previous fact study the following figure then complete the senses below طب تعال نشوف الفيجر ده الفيجر ده بادئين بالجرين الجي فالجرين الجي دي يعني كلها كورال الكورال ده طبعا في زو بلانكتون هنا في النص اوكي المهم الكورال ده كله بتر فلاي فيش البتر فلاي فيش احنا قلنا الهوك بيقدر يصطاد سمك فالهوك بينزل كده في الميه يصطاد السمكه ويطلع على طول ربنا سبحانه وتعالى مديله هذه الموهبه يعني طيب وفي صن اهي وصلت للجرين الجي ف او الالجي عموما تمام كده وصلت للالجي فعمل فوتوسينثيس بروسس طب احنا هنكمل بقى ماشي The living organism that can make photosynthesis process is ما فيش غير الالجي. اوكي؟ في الفيجر ده ما فيش غير الالجي. اوكي يا شباب؟ ماشي. اوكي يا شباب. Energy can flow from marine environment to land. He can move from marine environment to land. صح كده. When the hook eat ايه؟ butterfly fish. فيش كمل الجمله. طيب. If many shark are present in this ecosystem هو ما فيش بس لو في شارك هنا هو هياكل البتر فلاي فيش ده تمام in this ecosystem A will move to another ecosystem to search for food الهوك ساعتها بقى مش هيلاقي فيش ياكله صح كده فبالتالي هنا الهوك هو اللي ايه اللي will move to another ecosystem to search for سهل الدرس و سهل الأسئلة وأرجو إن هي اتحلت معايا بصورة جيدة أتمنى لكم التوفيق دائما يا شباب إلى أن نتقابل على خير في الليسون اللي جاي إن شاء الله مع أطيب تمنياتي والسلام عليكم.